هنرجع على يونت 5 و6. الجرامر بتاع يونت 5 بيتكلم على، بيقول ان انا عندي بعض الفيربس في الانجليش ار فولد باي جيرنز، بجيب بعدها الفيرب اي ان جي. فولد ثانيه، فيربس ثانيه ار فولد باي انفينيتيف، يجي بعدها المصدر. تمام، عندي اكزامبلز، عندي فيرب مثلا زي فيرب لايك، لاف، انجوي، فيري فير. تمام، مايند، عندي كمان سجست، ريكومند. تمام، جو. الافعال دي لو جه بعدها فيرب تاني، الفيرب التاني بياخد فيرب اي ان جي. طيب على النقيض بقى، في افعال تانية بيجي بعدها تو والمصدر، زي ايه؟ زي would like to، would like to، would be refer to، هو المصدر. تمام، عندي want، عندي would love to، عندي كلمة decide to، هو بيجي بعدها فعل، بجيب to والمصدر. يقول لي بقى ان انا عندي بعض الفيربس ممكن اجيب بعدها verb ing او اجيب بعدها to والمصدر، بس لما بعمل كده المعنى بتاع الفيرب بيختلف. زي ايه الافعال دي؟ عندي اول حاجه فيرب اسمه remember، forget، stop. تمام معايا كده؟ بيقولي مثلا لو انا قلت he stops to buy مثلا to buy books، ونفس الجملة قلت he stops buying books. يقول لي الجملة الأولانية معناها إن هو وقف عشان يشتري، he stops to buy. مثلا he was on his way home. While he was on his way home، هو في طريقه البيت، he remembers that he wants to buy some books، so he stops his car and buy some. But the second sentence means he stops buying، he doesn't buy books anymore. He doesn't books buy books anymore. ما عادش خلاص بيشتري كتب تاني. الاكزامبل تاني لما يقول لي he remembers to call me. لما اقول he remembers، هنا اس، he remembers calling me، برضو ايه الفرق؟ يقول هنا لما اقول he remembers to call me، هو افتكر ان هو يتصل بيا، يبقى هو اول افتكر وبعد كده اتصل عليا. اما he remembers calling me، ده هو خلاص اتصل وبعد ما اتصل افتكر ان هو اتصل عليا. اوكي، يبقى ترتيب الاكشنز او ترتيب الاحداث مختلف. كتير يا شباب، واضح؟ ها واضح يا شباب الفرق بين الاثنين؟ أيوه. تمام، طيب بعد كده هتكلم على الفرق بين كلمة use to plus infinitive و am أو is أو are أو get use to. الفرق بينهم ايه؟ اول حاجه، اول حاجه اليوز تو بيجي بعدها المصدر. اقول مثلا اي يوز تو بلاي فوتبول، انا كنت متعوده العب فوتبول وانا صغيره. طب انا دلوقتي بلعب؟ لا، ما كنتش بلعب دلوقتي، يبقى حاجه كنت بعملها في الباست وبطلت دلوقتي اعملها في البريزنت، لما جه الوقت المضارع ما كنتش بعملها، ده الايه؟ يوز تو. طيب لما اجي في يوز تو بقول I didn't used to، I didn't used to play football، أنا ما كنتش بلعب فوتبول وأنا صغيرة. I didn't used to eat مثلا lots of chocolates، ما كنتش باكل شوكولاتة كتير وأنا صغيرة. I didn't used to play in the street، ما كنتش متعودة ألعب في الشارع. تمام، يبقى كلمة used to لما أجي فيها بقول I didn't used to. لو عايز أعمل question هقول did you used to. تمام، طيب أمال am أو is أو are used to؟ بيقول لي هنا بيجي بعدها فيرب اي ان جي. طيب ما دام بيجي بعدها فيرب اي ان جي، يبقى ان الفيرب ده مستمر، مستمر في الماضي ومستمر في الحاضر. يبقى هو كان بيحصل في الماضي في الباست
ولسه بيحصل في الوقت البريزنت او في الوقت الحاضر. تمام؟ طيب هدي اكزامبل، قول مثلا I am used to reading. انا متعوده على القراءه، كنت بقرا وانا صغيره ولحد دلوقتي لسه بقرا، لسه الاكشن مستمر. She is used to cooking. هي متعوده على cooking او الطبيخ. خلي بالي ممكن بدل ما احط فيرب اي ان جي ممكن احط ناون. تمام؟ زي ما احنا قلنا قبل كده ان الفيرب اي ان جي والناون يعتبر حاجه واحده. اقول مثلا I am used to him. انا متعوده عليه مثلا، او واخدين على بعض يعني. تمام؟ I am used to going to school. متعوده اروح المدرسه. طيب النيجاتيف بقى بتاع I am used to، لما اجي فيها هقول I am not used to. لما عندي فيرب تو بي بنفي بكلمه نوت على طول، بقول I am not used to. She is not used to. They are not used to. تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل question هقول Are you used to reading مثلا؟ هل انت متعوده على القراءه؟ برد اقول yes I am or no I am not. yes I am or no I am not. تقول لي بدل كلمة I am used to ممكن الاقي كلمة تانية اسمها I am accustomed to، نفس المعنى. I am accustomed to برضه بيجي بعدها verb ing. ممكن اقول I am accustomed to مثلا swimming. انا متعودة على swimming او السباحة. يقول لي برضه كلمة I am used to ممكن الاقي منها النسخة اللي في الماضي، يعني ممكن اقول I was او I were used to او they were used to، يعني ممكن الاقيها كده she was used to مثلا swimming او they were used to walking. اوكي تمام ماشي يا حبايبي. لو في حاجه مش واضحه قولوا لي نشرحها تاني. اوكي كده يبقى انا عندي ايام يوز تو، قلنا يوز تو يوز تو لوحدها بجيب بعدها الفعل في المصدر. اما اما واذا وار او جيت يوز تو بجيب بعدها الفيرب اي ان جي او النون. المعنى بقى الاختلاف في المعنى ان يوز تو كنت بعمل حاجه في الباست وبطلت اعملها في المضارع. اما ايام او از او ار جيت يوز تو الاكشن مستمر في الماضي وفي المضارع ما وقفش، ما بطلتش ايه اوقفها. تمام؟ طيب بيقول لي برضو خلي بالي ان انا عندي بعض الكلمات اللي انا المفروض افرق بينهم، زي كلمه لاين ورو وكيو. تمام؟ كيو اللي هو طابور، انا مثلا ايه احنا واقفين مثلا مستني دورنا، مثلا رح ندفع فواتير او حاجه فاحنا واقفين ورا بعض مستنيين دورنا، واقفين ورا بعض. تمام؟ اما رو لما اقول ان انا مثلا انا في السينما او في الثياتر وقاعدين جنب بعض، يبقى احنا قاعدين في ايه؟ قاعدين في رو. كده اسمه رو، قاعدين كده جنب بعض. اما لما يكون مثلا ناس واقفين ورا بعض ده اسمه كيو. اما ده اسمه رو، رو يعني صف، صف في السينما. او لاين برضه ممكن نسميه لاين، واقفين في لاين في طابور. طيب بيقول لي برضو خلي بالي ان انا عندي بعض الاكسبريشنز المفروض اخد بالي منها، زي كلمه ايه؟ زي لما اقول مثلا ان انا كلمه يونيفرسال وانترناشونال ولوكال. لوكال يعني محلي، لوكال محلي. تمام؟ زي كلمه ناشونال كده بالظبط، بتساوي كلمه ناشونال. عندي بقى كلمه اسمها انترناشونال عالمي، عندي كلمة universal معناها عالمي. تمام؟ universal أقول لك مثلا إيه؟ it's a universal عالمي، يعني universal company مثلا، شركة عالمية. أو international singer، مغني دولي بيغني بره مثلا، بيغني في مصر بره مصر. عمر الشريف is an international actor، ممثل عالمي، ممثل في مصر مثلا وممثل بره مصر، يبقى اقول عليه انترناشونال. اما يونيفرسال هو ايه؟ ممثل مثلا في مصر وامريكا وممثل في بلد عربيه وبلد غربيه، بقول عليه يونيفرسال. تمام؟ طيب برضو بيقول لي خلي بالي ان انا عندي برضو الاكسبريشنز اللي بستخدمها لو انا بتكلم عن حد معين،
بقول مثلا ان الشخص ده بقول عليه لو هو مثلا خايف من حاجه بقول he is scared of. scared of معناها خايف من. ممكن بدل ما اقول he is scared of, he is scared of مثلا lines, هو خايف من lines. ممكن في اكسبريشنز ثانيه ممكن اقول he is frightened of. frightened of يعني برضو خايف من. وفي عندي كلمه ثانيه اسمها اقول ايه he is in panic, يعني هو في زعر او في حاله فوبيا. ده بتعبر عن الخوف. تمام. طيب بيقول لي برضو لو انا عايزه اقول او عايزه اتكلم ان شخص معين بيعمل حاجه بطريقه كويسه او بطريقه مثلا عامل لي مفاجاه, مثلا انا هذا عيد ميلادي وحد اصحابي عامل لي مفاجاه, فاقول ايه ممكن اقول ان هم they made a surprise او they looked at me with surprise. they looked at me with surprise يعني بصوا لي كده ايه بدهشه, عشان ايه كانوا عاملين مفاجاه يعني. تمام. عندي قلنا ان عندي بعض الكلمات اللي انا ممكن بستخدم بعدها حرف جر وبعدين بجيب الصفه, حرف جر والصفه زي كلمه surprise او enthusiasm او difficulty. بجيب الاول حرف الجر زي ان او with, وبعدين بجيب بعد كلمه الصفه اللي عندي. ان الصفات دي ما بحطلهاش, ما ينفعش احولها لاحوال, ما ينفعش احولها adverb. فانا بجيب حرف جر اللي هو ان او with, وبعدين بجيب الصفه دي, وبعد الصفه بجيب الايه الكلمه او الاسلوب اللي انا عايزه اتكلم عليه. يعني مثلا اقول ايه he loves مثلا, he treats us, هو بيعاملنا in a friendly way. بيقول لي ان كلمه friendly هنا ده adjective, ده ظرف, ده سوري ده صفه adjective. فما ينفعش كمان احط لها كمان ال واي في الاخر, فبقول بستخدم بعدها كلمه way, فبقول in a friendly way او in a nice way. تمام. او in ممكن اقول برضو in a different way, he treats us in a different way يعني باسلوب مختلف او بطريقه مختلفه. تمام. in a horrible way يعني بطريقه سيئه او بطريقه غبيه. لما اقول لك مثلا he treats us او he speaks with us in a horrible way يعني هو بيتكلمنا بطريقه او باسلوب سيء. he speaks with us in a horrible يعني بطريقة أو بأسلوب مش كويس, أسلوب سيء يعني. كنا خدنا برضو لو أنا قابلت حد بالصدفة بقول إن هو I bump into, bump into أو come across, bump into him أو come across. come across معناه برضو يقابل بالصدفة. أوكي. عندي برضو لما اقول ان الشخص ده, لما اقول مثلا ان انا I have a meeting with somebody, عندي لقاء with somebody, او I have an interview with somebody. have interview ان انا ايه عندي معاه لقاء او حوار, اما have a meeting قلنا الميتنج اللي هو مقابله عمل. تمام. الشخصيات اتكلمنا عن الشخصيه البوشي, انواع الشخصيات, لان برضو خلي بالنا بيجي عليها اسئله لما اقول ان الشخصيه دي بوشي. بوشي يعني ايه؟ ملح. ملح دايما ايه عايز اللي قدامه ايه ينفذ اللي هو عايزه. تمام. عندي كلمه بوسي برضو يعني ايه, لما اقول ان هو بوسي يعني هو بيحب الرياسه, بيحب اللي قدامه ينفذ اللي هو عايزه. تمام. بقول عليه ان هو ايه ابوسي, ابوسي مان او ابوسي كاركتر. عندي كلمه ثانيه زي كلمه هيبوكريت, هيبوكريت يعني معناها منافق. منافق. الشخص ده منافق. تمام. بيعمل حاجات مش ظريفه او الظاهر بتاعه مش زي الباطن بتاعه. تمام. لما اقول برضو ان هو شالو, شالو يعني ايه؟ سطحي. سطحي عكسها كلمه ديل. تمام. شالو يعني سطحي. عندي كلمه ثانيه اسمها intellectual. intellectual يعني ايه؟ محب للدراسه. عقل يعني بيحب القرايه وبيحب الدراسه وبيحب يشغل عقله. تمام. عندي بريتنتوس, بريتنتوس جاي من كلمه بريتند. يعني ايه بريتنتوس؟ يعني بيحب المظاهر,
بيحب يترسم زي ما احنا بنقول كده، بيحب المظاهر، بيحب ايه ان هو يبان قدام الناس ان هو ايه اهم من حقيقته او شخصيته الحقيقيه. عندي برضو كلمه اسكاتي لما اقول ان هو الشخص ده اسكاتي او كيرلس. كيرلس او اسكاتي تقريبا نفس المعنى، اللي هو شخص مهمل. تمام، يبقى كلمه اسكاتي او كيرلس يعني شخص مهمل بيضيع حاجته او بيضيع اشياء. عندي برضو كلمه تشيكي. تشيكي تفتكرها من كلمة تشيك اللي هو الخدود شيك يعني. يعني تشيك يعني ايه؟ وقح. يعني وقح او بيهزر بطريقة جريئة يعني قليلة الأدب. تمام، بيهزر بس بتبقى وقحة يعني. تمام، لسانه طويل. طيب عندي برضو سمج لما اقول ان الشخص ده سمج يعني ايه سمج؟ سمج هي مس سمج اسمك بيرسون يعني ايه سمج؟ سمج اللي هو اللي هو بي اللي هو اللي هو ايه بيقعد اسمه بيبقى ايه راضي عن نفسه يا ابراهيم. الشخص ده راضي عن نفسه يعني، وراضي عن نفسه عارف ان هو ما بيعملش حاجه غلط يعني، حاسس ان هو ايه راضي عن نفسه. بقول ان هو بليز وذ هيم سيلف يعني راضي عن نفسه. طيب عندي برضو شخص تاني اسمه بابلي. تجرام الشوكولاته اللي اسمها بابلي. بابلي يعني ايه؟ حيوي نشيط برضو شخص مرح او شخص عنده طاقه وحيويه وفي نفس الوقت بيحب الهزار، اسمها بابلي. تمام، هي تقريبا دي كل الحاجات اللي احنا قلناها لسه. بس صفه تانيه اسمها ويتي. برضو ويتي معناها ايه؟ جاي من كلمه ويت، معناها ان هو شخص بيحب الهزار او مخه ما شاء الله يعني حاضر على طول في الهزار يعني سريع البديهه او بيفكر بسرعه عشان ايه يضحك اللي قدامه. مرح يعني مرح. مرح تمام، مرح. تمام، مرح او دهاء، عنده دهاء. تمام، مخه عقله او ذهنه حاضر على طول. اوكي، نشوف مع بعض التست ده نحله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بتست على اليومين دولت. بسم الله. اوكي ليتس ستارت. ابدا يا ابراهيم. نمبر 1 why didn't you watch the match? No, no, no. You are number one. Two. Test. The test. His speech made everyone no. laugh, and he. We all and liked we what? All liked what he said. He's such witty. ويتي، احنا قلنا ويتي ان هو ايه مرح او ايه عنده سرعه بديهه ان هو يضحك الناس اللي قدامه. ثانك يو سو ماتش. نمبر 2 مريم. Remember in your books that the next time you come. تمام. Remember to bring. برافو، remember to bring. افتكر ان تجيب الكتب بتاعتك معاك. Thank you so much. كريم. Smoking. Banned. تمام. Smoking is banned in hospitals. يعني ايه banned يا كريم؟ اتمنعت. تمام. ممنوع او محرم في الهوسبيتال. وبرميتد. برميتد معناه ايه؟ مش متأكد. permitted معناها مسموح به. تمام، permit لما اقول لك I permit you او I let you مسموح مسموح به حبيبي. تمام، طيب for your ابراهيم. the students asked the teacher with the difficult question. ask the teacher yes help ask the teacher to help with the difficult question. لأن الفيرب ask بيجي بعديه تو المصدر. مريم. Shema's really happy to be with James. He finds himself quiet. Careless. Charming. Charming يعني. Charming اللي هو يعني attractive. تمام، attractive. تمام، is a good لما اقول ان الشخص charming يعني attractive او جذاب. thank you so much. عندي بعد كده نمبر كريم. my brother looked at me with surprise. تمام، looked at me with surprise قلنا معناها ايه؟ كان بيبص لي بدهشه. تمام، thank you so much. ابراهيم. he is good at making people like him and feel good about themselves. تمام،
هقولي ايه يا ابراهيم؟ He is his God of making people like him and things good. ماشي. pretentious. لا pretentious only معناها ان هو ايه بيحب المظاهر او بيحب الناس تشوف ان هو ايه اهم من قيمته الحقيقيه. يبقى charming برضه. ماشي people ماشي like him and feel good about themselves. يبقى charming اللي هو الشخصيه الساحره او الشخصيه الجذابه. Next. طيب he annoys me about Samad is that she's always talking. What annoys me اللي بيضايقني في Samad. What annoys me. تمام. Thank you so much. كريم. I finished my homework with difficulty. تمام. With difficulty قلنا معناه ايه؟ صعوبة. تمام. Thank you so much. With difficulty. إبراهيم. Brain? The player was for two matches because of his bad behavior. I mean, was stopped. No, ما بيقولش stopped. Stopped بالعربي. بقول he was suspended. يعني ايه وقفوه؟ Suspended. Suspect بقى يعني ايه ابراهيم؟ Suspect. يعني ايه؟ Suspect? Yes. Suspected دي؟ يعني ايه suspect؟ suspect يعني يشك في حد. تمام. اللي هي مشتبه. بيشك في حد يعني. نقول ان هو ايه يعني مشكوك فيه او مشتبه فيه. تمام. واكستند معناها ايه الاخيره؟ اكستند معناها ايه؟ اكستند. اكستند الاخيره. اكستند يعني ايوه extend. طب عندك ابراهيم اللي هو يتمدد. ايوه يمتد. تمام. ثانك يو سو ماتش. يبقى عندي suspect يشك في حد او متهم بحاجه او كلمه extend معناها يمتد. يبقى the player was suspended تم ايقافه يعني for two matches because of his bad behavior بسبب سلوكه السيء. نكمل هنا عايز ريرايت. يلا يا مريم نمبر 1. طيب اوكي he never stops talking. I find this really annoying. تمام. يبقى what I find really annoying what is تمام كنت اقول what annoys me. تمام ماشي. what annoys me that he never stops talking. بس كده. what annoys me is that he never stops smoking. Stops talking. I'm sorry. Thank you. Ibrahim, Karim. They listen to her. They were enthusiastic. تمام. Enthusiastic. I will. They listen to her. تمام. In enthusiasm. With enthusiasm. They listen to her. بيسمعوا لها. With enthusiasm. بيسمعوا لها بإيه؟ بحماس. Okay, they listen to hear with enthusiasm. Five, number three, Ibrahim. No, sure. Yeah. She visits him and she remembers that. I mean, she remembers visiting him. Bravo, thank you so much. She remembers visiting. لأن احنا قلنا إن هي خلاص زارته هي زارته الأول. يبقى ده اللي حصل الأول. تمام؟ وبعد كده افتكرت. يبقى اقول she remember visiting him. قبل ما كانتش لسه زارته يبقى اقول she remembers to visit him. To visit him. تمام. Thank you. مريم number 4. He was surprised and looked at me when I asked him about Bastien. تمام. He looked at me with a surprise when I asked him about Bastien. Thank you so much. يبقى he looked at me with surprise. كان بيبص لي بدهشة. وكمل بقى الجملة اللي هو ايه when I asked him about this. Number 5 كريم. Dusting the furniture every Friday was her habit. She used to dust the furniture every Friday. اوكي
خلي بالي هنا بيقولي dusting the furniture every day was her habit. كانت عادتها. يبقى أقول she used to. أقول she was used to. هو هنا بيقول لي كان خلاص يعني كان في الماضي، ولو كان يتكلم في البريزنت تمام كنا استخدمنا شي از يوز تو، ماشي يا كريم؟ انما في الماضي خلاص يعني انتهى خلاص، يبقى يعني هي دلوقتي يوز تو. يبقى اقول هنا شي يوز تو دست ذا فرنتشر، وكمل الجمله بس كده. يبقى شي يوز تو دست ذا فرنتشر وخلاص. اللي بعد كده الديالوج. Excuse me, I'm trying to find a baggy shirt size 17. Sorry, we. Do you expect to have the size next week? No, but you can go to one of our branches. Yes. You may find it there. There. So our nearest branch is on Arab Street. In Arab Street. Is it on Arab Street? It's only about 5 minutes walk from here. Goodbye, sir. اوكي طيب اجين عندي هنا باجي يعني باجي يعني واسع. لما اقول I want a baggy shirt يعني عايزه التيشيرتات اللي هي من الواسعه دي. طب لو عايزه ضيق؟ لا انا عايزه، لا في ستايل اوت في اللبس بيبقى واسع شويه يا ابراهيم، مش عايزه هي عايزه واسع اهو، هو عايز واسع. ده هو ايمن، ايمن يعني هو ولد، يعني هو عايز التيشيرت يكون واسع، يكون مرحلح كده عشان يلبسه براحته، ما يبقاش ضيق او ماتك على خانقه يعني. تمام ايمن، يبقى I'm trying to find a baggy shirt size 17. فراح قالوا لنا سوري وي وي ايه؟ سوري وي ار اوت اوف baggy shirts. اوكي وي ار اوت او وي ار اوت اوف سايز 17. وي ران اوت اوف، ماشي ممكن اقول وي ران اوت اوف ذيس سايز. تمام، او ممكن اقول سوري وي هاف of this size الأول، ممكن نقول sorry we don't have this size، we don't have this size now، ما عندناش ال size ده دلوقتي. Do you expect to have this size next week, Mariam? No. But you can go to one of our branches. يبقى هنا no I don't think so. No I don't think so أو no I don't بس. تمام كريم. I don't think so. ماشي تمام. بيقول you may find it there. فراح سأل سؤال قال له our nearest branch is in عرابي street. يبقى يقول له ايه كريم؟ قال له where is the nearest branch. ماشي where is the nearest branch. طيب اخر حاجة يا ابراهيم it's only about 5 minutes walk. ماشي هيقول ايه؟ how ايه؟ how far How far is it? How far يعني بعده قد ايه او على بعد قد ايه؟ How far is the nearest branch؟ تمام؟ بعد كده الباسج دي ناخد 2 minutes نقراها وبعد كده نحل الكويشنز مع بعض. Start. واضحة ولا مش واضحة؟ طب انا هقراها عشان ما تبكوشي. When I got to the airport I learned that the plane from Paris on which my brother was coming had been delayed with engine trouble and was expected to be about an hour late. I decided therefore to walk around to make the time pass quickly. First of all, I went back to the place where I had left my car to make sure that all the doors were locked. Then I made my way to the airport restaurants where I ordered a cup of coffee. When I had finished my coffee, I went along the bookstore where I bought 2 magazines. Then I went to one of the waiting rooms. No sooner had I opened the first magazine than I heard someone calling me. It was an old friend who was about to leave on business trip to London. We found much to talk about until the arrival of my brother's plane was announced. أول question بيقول why did the writer go to the airport؟ مين اللي عليه الدور يا شباب؟ yes مريم why did he go to the airport يا مريم؟ طيب he went to the airport because he learned that لا because he knew that his brother was coming.
Because his brother was coming. تمام؟ لأن أخوه كان جاي المطار. Number two. What was wrong with the plane, كريم؟ It had an engine trouble. تمام. Delayed with an engine trouble. طيب number three. Why did the writer go back to his car? إبراهيم ليه رجع عربية إبراهيم؟ Yes. أه. بيقولي إن هو رجع العربية ليه؟ To make sure. That all the doors were locked. تمام. يتأكد إن كل الدورز أو كل الأبواب مقفولة. طيب بعد كده بيقول the writer read الكاتب قرا كام مجلة؟ مريم؟ One magazine only. One. Two ولا two stories ولا no magazines؟ ها؟ إيه رأي مريم؟ One. لا هو ما قراش حاجه خالص يا ولد. ان هو لسه بيقرا. هو كان فتحها. هو كان لسه هيقرا هو بيقول انه سونر مجرد لسه بيفتح المجله لقى صاحبه جاي وراه بيكلمه. هو ما قراش حاجه خالص. طيب نمبر 5 the writer met his friend كريم قابله فين يا كريم؟ The waiting room. طيب نشوف كده نتهيألي في الريستورانت مش في waiting room. ماشي تمام. يبقى waiting room تمام. Thank you so much. يبقى he met his friend in the waiting room. تمام. آخر سؤال يا إبراهيم. The writer's friend was كان صاحبه كان رايح فين ولا كان بيعمل إيه؟ On a holiday. هو هنا بيقول was about to leave on business trip. About to leave on business trip. Leaving on a business trip. ماشي يبقى leaving on a business trip. تمام. Thank you so much. Next. عندي بعد كده ده الباراجراف أنا وده homework. بيتكلم عن importance of book fairs أهمية معرض الكتاب للشباب. Your friend's best qualities المميزات في صديقك المخلص أو أفضل صديقك. عندي بعد كده النوفل بيقول number one how was Darnay set free؟ إزاي تم تحرير Darnay أو إزاي أرطوك سراحه؟ مريم؟ ده اللي هو في أول حاجة خالص اللي هو لما كانوا بيحكموه في لندن مش في فرنسا. ايوه when his lawyer yes said او asked one of the witness تمام. if he can differentiate between Sydney Carton تمام. and their name. تمام thank you so much. But the witness or the sixth witness actually هو كان الشاهد الاخير او السادس the sixth witness couldn't differentiate between them so said so their name was set free تم تحرير their name. Number two. What did Charlie's mother ask him to do on her death bed? Kareem, mom and Charlie's Darnay طلبت منه ايه وهي بتموت؟ ها؟ لا مش فاكر يا ميس. كان انهي شابتر؟ تمام ده كان المفروض ان هي بيقول ان هو ان مامته asked him to be so kind or to deal with the board in a kind way ان هو not to be like don't be like your father or your uncle. انت شاطر يا اول ده اللي امس هقوله ما يبقاش ان هو ما يبقاش زي باباه ولا زي عمه ان هو يعامل الفلاحين بطريقه كويسه وان هو يبقى ايه kind to the board. تمام يبقى don't be like his father or mother don't be so violent with the board treat them well or in a kind way. ماشي يا كريم؟ ازاي مش don't be like father or mother. احنا قلنا father or uncle don't be like father or uncle لان الفاذر والانكل هما كانوا متوحشين وكانوا بيعملوا فلاحين بطريقه مش كويسه. تمام؟ ما كانتش عايزاه لا يبقى زي باباه ولا زي عمه. تمام؟ كانت عايزاه ان هو يبقى ايه kind with the poor او kind to the poor ان هو يبقى طيب مع الفلاحين. ماشي يا كريم؟ ده في الشابتر الكام ده يا ميس؟ ده المفروض في الاواخر يعني في ممكن في الشابتر 9 مثلا ولا حاجه. تمام؟ اه ماشي. هنا بيقول لي بعد كده I didn't think I had any feelings for